السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم مطاعم الراس أبيض عفان الله، بس بغى ما يخسر. أي والله أقولكم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. من الدور 30 في جنتي يا دبي من الدور 30 نسلم عليكم. يسلمون عليكم الجماعة وإبراهيم. Good morning. الله يبقى كله تسمعون صدره تحرك طاوي ضاربا داخله من تواخد الشيشة من خرخش وخرخش تحر شيء قزوز بتفرت بدبي احلى من جو القاهرة ودبي القاهية الله بقيل. شوف الله عليك، شوف المنظر محسن حلو. عندي سؤال دوم اكرره، ها برادر. Good morning. Good morning. How are you? Very good, sir. How long you are here in Dubai? I'm here 5 years. Almost. Are you happy? Very happy. You think in your life, one time it will come, you will be here in Dubai? Before you come, you no, are I think? I never believe I will come. But you are lucky. Lucky. Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you. And we are also lucky to see you in our place. Thank you so much. Thank you. Nice. Thank you. Thank you. إن الإنسان يطلب شيء ولا يأكله، وهذا من أنواع البطرة والفسقة. الحين مثل ما جبته هذا ترد تلطمه كامل. هذا أنت الكلام هذا حقك، الكلام هذا موجه لك أنت. ولا سمع ودنه وقعين. رين عرب يتلاقون في سوق، في مول، في لوبي فندق، في مطعم. غير نحن شفناك في دورة 30 سبحان الله. شوف المنظر. لا وانت مو شي بلادك من عمان؟ ادريبك من عمان، من نيويورك ادريبك. شي بلادك من عمان؟ من جزيرة مصيرة. من والله من مصيرة مقواك. من هاي شوف مصيرة. يا الله بعد ما يعرف مصيرة ما يعرف عمان. سبحان الله من مصيرة وتلاقينا في الدورة 30. دورة 30 وصور المنظر بعد شوف. اي والله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. من مصيرة بالله عليك. وانت عارف ولا؟ انت عارف ان شاء الله في السناب يعني. في السناب انت عارف. اي والله مليون مرحبا ابو سهل. ان شاء الله بنيكم مصير في خاطري. اي مصيره. مرحبا ابو سهل. الله يجعلنا تشريف تشريف تشريف. الله يحفظك. تشريف ترياكم ان شاء الله. ان شاء الله مصيره على طول اعمال. وتنور الدار ان شاء الله. ان شاء الله. يا مرحبا ابو سهل. اي محسن اي محسن. بقول لك قاوي. مين قاي؟ الكابتن. هذا اللي من مصيره. زين هذا من مصيره وانت؟ من الجنب بتاع العصير بتاع ابو سهل. لازم في الباب بتاع شقتنا هنمونة. شوفوا مطبخها وصالة عودة تحت وفوق غرفتين نوم. هذا الله يعزكم حمام، وهذا أنا هي حافظ، وهذا هم. بسم الله شطار. والله زين الفندق اللي نحن شقق فندقية يسمونها. اسم الفندق اللي نحن سكننا فيه شقق فندقية. تنزل أبوي من اللفت في كل براح العودة حلو ما تشوفون. انزين تربني في هالمكان صداقة حميمة. احنا في الدور 13. تربطني في هالمكان صداقة حميمة. جيت هالسكن وسكنت فيها قبل شو بقولك يمكن 32 سنة ولا 35. أنا بخبركم متى من نركب السيارة بخبركم شو كان أسمع مكان هذا قبل 30 سنة. أول مكان أسكن أول سكنة هلية في فندق هو هذا المكان. أول فندق أسكنه في دبي بحياتي هو هالفندق اللي الحين أنا فيه. قبل كان اسمه الهيلتون. وجايين في مناسبة وايد جميلة كانت سنين يعني مجموعة كبيرة. صلاة المبروكة. تعال يدي. أنا قال بخبركم شو المناسبة اللي جيت عسبها قبل تقريبا 28 سنة أو 30 سنة والله تقريبا 30 سنة. وكان وقتها أول فندق أسكنه بحياتي في دبي كان اسمه فندق الهيلتون. مكان هالفندق اللي نحن سكننا فيه حينه. هذا كانت المناسبة. كان زواج الشيخ محمد بن راشد المكتوم. يا الله يحفظه ويطول بعمره.
وكنا جايين نحن مجموعة كبيرة ويا المعازيب، وسكننا في الفندق هذا اللي نحن هذا ساكنين فيه. كان حضرنا العرس، العرس كانت في براحة هني جيبها ببعيد برقعة عود وفيها مسرح وقوم سميرة توفيق وما أدري منه ويميع العيالات واللي والهبان والنوبان والأروق والزمر والروق وكل شيء يعد ويذكر، فنون شعبية وعالمية. كان تقريبا عرس كان يعتبر مهرجان ومدة طويلة كان العرس، ما أتذكر عدد كذب إعداكم، لكن ما شيء فرقة ولا شيء للفنون الشعبية ولا الخليجية ولا العالمية ما حضرت هاك العرس. كان عرس لا صار ولا استوى لين اليوم. الحجم العرس هذاك ما حد سواه، والترتيب العرس هذاك ما استوى، بالرغم انه ما يقارب 35 سنة مستوي العرس، لكن لين يومكم هذا ما استوى عرس فيه شبه من حتى 5% عرست العرب كلها من عالي ومشرج ومغرب وشرق وغرب. ما بكمل انزين، ما في حد يفتن علي. هو يا اخي العرس هذاك ما حد عرف شراته، عرس العصر كان، ولين اليوم لا استوى لا في اوروبا ولا غير اوروبا. نحن ما يخصنا من ها خيول يرونهن، ما ادري ما علينا من اللي حطوا عربانه ويروا خيول خارج الدولة في نص الحدائق، وهذا نحن ما يخصنا هذا شيء، هاي بروتوكولهم هالنمونة ويرسون وزامور وباق برغامي باقمون ونحن ما عندنا هالشيء غير اللهم لك الحمد. كان عرس لين اليوم ولين بكرة منطبع في الذاكرة. شوف الله عليكم دبي الصبح صخة الضحى العالي، لا إله إلا الله، ماشين المكان اللي يوم ما فيه زحمة. على فكرة ما داني المكان الهادي اللي ما فيه ضويل وما فيه عرب وما فيه سيائر وسائرية، حتى لو الناس تحب الهدوء أنا بالذات ما أحب الهدوء، ما أحب يعني الصخة. ربي لا تذرني فردا واحدا وأنت خير الرازقين. استغفر الله، صح قلت منها إن شاء الله أنه صح صغر الله العظيم. هذا أبوي، ها هذا حين نحن وصلنا الشارجة بالاتجاه إلى رأس الخيمة الجميلة، فيها المناظر يا عالم والبر محلانة خيلة. نعم الله العظيم يا أبو كلوب عدني ماكل حلال يدانهم، عذدولي في الشواهيج. أنا بالعرس أبوي من 40 سنة، أي 30 سنة تقول 30، العرس أبوي من 40، إنزين ربع بكم مصري. أنا شو يعني شو المشكلة يعني، وغلط ب10 سنين، قلت بدال ما أقول 40 قلت أنا أتحراها 30، خطأ في الوقت. وأنا بعد يعني ما أدري شو ألف مسج يعني ألف، من 40 سنة العرس ما من 30. أنت اللي أبوي وقفت عجلة الزمان عدالك، هي نعم وقفت أبوي، إن شاء الله حدني حسبا هاي، لكن ما ينعدن كنت صغير، والله ما كنت صغير بيبكم ريال بحياتي تقريبا أظني 15-17 سنة 15 أظني، هي وحين 55 عدل، أنا والد 63، هي والله سبحانك يا رب وقتي خطف. منور يا حق محسن، بسم الله الرحمن الرحيم. شتار من هل؟ شو يعني حينة؟ 10 سنين يعني تخربط ب10 سنين مش 10 دقايق. نسيت يعني شو المشكلة وايد؟ وايد 10 سنين. لا يعني الغلط يعني أنا حين قلت يعني العرس مستوي من 30 سنة. لا والله نسيت يعني غلطة لا تغتفر هاي ولا شو؟ آدم بأهرم ب10 سنين. بأهرم؟ هاي يعني شوب. أيوة والله العظيم حتى هذا أبو دار وياهم. تودرت لهم أحسن، نحن ياسين مع بعض نسولف، زادك ساكت شل عنه النت أنت سوي لشيرنج النت أفل. والله أكثر التعليقات والله أنت بالعمالة تصغر عمرك. أنا أبوي ما أصغر عمري، أنا مرة ما أصغر عمري، لكن أنا والله العظيم أني أتحراهن 30 وقسما بالله أني يعني ما أتحراهن 40. ما شاء الله 43 يا ربعي الكم أنا عمري ديناصور. تحسس منها لأنه غلبان وفقير وتجذب عليه عسبي يعطيك شيرنج انترنت. عامل لي انترنت لا يعني لا تهم الريال انك فقير ومسكين، اظهر على حقيقتك اللي اول ما عرفتك السويا ما
المريب. لا المريب. اقول لكم بخبركم كيف تعرفت على من على شو اسمه هو؟ على الدكتور محسن. على الدكتور محسن بعد؟ يلا دكتور، الدكتور اللي ببلاش الحين. يلا بخبركم كيف تعرفت على الدكتور محسن. دكتور محسن الله يسلمك ساكن في شرطنا المنتزه هنا. ساكن في شرطنا المنتزه. وتحت هناك شيء كوفي. كوفي هناك جدا البحر بين شرطنا المنتزه والبحر. الكرنيش يعني من انزل من الفندق اتخطى خطوتين ولانه انا في الكوفي وضايج ما اعرف حد. وكملت يومين وحجزي 10 ايام وحجزي 10 ايام في اسكندريه. يا ربي وين بسير وين بسير ولا اعرف حد. نزلت وانا توني بعبر الرصيف جدا الكوفي ولان هذا اللي تشوفونه انا قصدك ولا لا. انزين السلام عليكم. عليكم السلام. من حضرت معاك الكابتن محسن. محسن دكتور معاك الكابتن محسن. قلت حياك الله يا كابتن محسن. كابتن شو حضرك؟ كابتن مساج. قال لي انا كابتن رياض، انا كابتن مساج. قلت كابتن مساج؟ قال لي هي. وانا اشوف اصبوعه ولا هم حلطات وبنطلونه شو بقول لكم والريال وهف. زين تعال يا محسن عشان ما حد يتحراني. يا لا لا مش بتكذب. انزين انا اللي بكذب. انزين اقول له شو تشتغل؟ قال انا كابتن مساج. والاخير ما عندك شغله غيرها؟ قال لا. قلت له تسوي مساج حق منو؟ قال للسياح وللاجانب ولا. زين بكم؟ 200 دولار. كم محسن؟ 200 دولار. 200 دولار. 200 دولار بكم؟ قال الساعه ب 200 دولار. 200 دولار في خاطري الحين هذا الحليان ما عنده من ربيه هاتين. الدولار كان رخيص ساعتها ممكن. الدولار كان رخيص ساعتها كان 2 جنيه و3 جنيه. هالكلام على كم سنه محسن؟ من 15 سنه. من 15 سنه. انزين قلت له الحين انت من صدق؟ قال هي والله انا كابتن 200 دولار في الساعه. قال لك منهل؟ كان 2 جنيه دولار. كان 2 جنيه دولار. ما ادري تتوقع صدقه؟ كبدتك ادخل على النت. قبل 15 سنه كم الدولار كان؟ 3 صدق والله؟ ادخل زي جيك انت. انا حق شوف يعني انت عارف انا كذاب. لا يا رك الله مكرم. المراد قلت له وحينه؟ قال لي ب 200 دولار. قلت له زين ماشي مشكله. عدالي دكان هناك بروزه هذا عنبه الجلسه الوحده ب 200 دولار اكيد هذا ملكك. قلت وانا نازل بقلابيه هاك الايام ولا مال شورت والله نسيت. قلت له ابغي قرشه ماي. قرشه الماي بجنيه. قرشه الماي بجنيه. وقلت له توكل على الله خذ لي قرشه ماي يوم بنزل من فوق بعطيك جنيهك. ما عنديش فيوس. الحين تسوي جلسه المساج ب 200 دولار. كنت اشتاط ما تجيني جنيه بصراحه عشان كذا تعرف معيش. قال لي والله ما معيش فلوس. هرب الله تكبر جنبك. قلت له اسمعني انا الحين بجلس في هالبلاد 7 ايام باجي لي وبجلس في القاهره برد 5 ايام. اذا انك بتمشي وياي بسوي لك مشاهره كل يوم 50 جنيه شو رايك؟ قال لي ما عنديش مانع. الحين من الساعه ب 200 دولار لين يومي اليوم كامل 24 ساعه اليوم ب 50 جنيه يعني 50 درهم. سيدي وافق. شوفوا ديسكاونت من كم؟ من 200 دولار ليه 50 جنيه؟ ليه عملت كل شيء؟ عشان بحبك. ومن هاك اليوم تمينا مع بعض. من هاك اليوم تمينا مع بعض. تعال ياي تعال ياي بكتي. تنزلت واحد من 200 دولار وخدت 50 جنيه عامل يكتب. الحمد لله. ومن هاك الان الى الان الحين كم من سنه؟ 15 سنه. 15 سنه هو عندي. اليوم منو عندي؟ عندي الغالي مسوي له عشاء بسيطة كل بيت بمناسبة التخرج. تمنيناك تكون ويانا ونقول لك تعال بس ما ادري على شوف هذه الحال هاي وما طيعتي هاي حق الخالدي ترى. حق الخالدي. تمنيناك تكون ويانا موجود حبيبي. زيد قلبك يا سيد ما تقصر حبيبي.
جماعة هني كلهم يسألون عنك، وهالترتيب كل عشان إبراهيم، فديت إبراهيم وحطينا له تمثال صورته هني في نصف الحديقة، حطينا لك هناك أبو محمد الخالدي تمثال لك هناك، حطينا لك هناك. عم محسن سلم على عمك ياسر. ازيك عم ياسر، عامل ايه؟ صباح الخير. جود مورنينج. جود مورنينج وبونجور وبس. صباح الخير يا حق محسن، ما شاء الله خالد مشاهد محسن على الصبح لا بعد ياسر في البلكونه. يا سلام، والله انت محظوظ. جود مورنينج الحبيب، ايش قاعد انت في دبي ولا تخبرني ولا شيء؟ انا اخر من يعلن. محمد السلام عليكم. الو، مرحبا. مرحبا حبيبي. لا انا في راس الخيمه. جزء ان شاء الله برد ان شاء الله. بسم الله برد. اقول لك زغت برد ان شاء الله اليوم في الليل بيدبي. انت اليوم بتبات في دبي انت؟ لا ما باسل. هي بات اليوم في دبي لا ترد. جاي مشكله جاي. بكره بترد. ها جاي شي تبى؟ لا بس بس. ثانك يو. 1 ديسمبر مقابل ابراج جلفار. 1 ديسمبر مقابل ابراج جلفار. ها صوت الامارات بني، لا تقولوا ما حد قال لكم. والله يا ابوكم اني مستعيب من اللي ما يسيرون ولا يشرجون ولا يغربون. اظهروا تعالوا راس الخيمه، تعالوا راس الخيمه، طالعوا الدنيا، طالعوا البلاد، طالعوا الحياه، طالعوا المكان. اسميكم انتم مغفين. والله يا ابوكم ياكم ما فيكم حاسيه. والله العظيم يا ابوكم يا لي جدارات الخيمه ينها تطول العمر. ارض طيبه وناس اكرام وبلاد شرحه وناس فنانين، وزقرت من يوم الدنيا دنيا وربكم يا اللي تعبدونه يا خطف وقت اي الحمرانيه. والله المعتني بسماه يا البعير من يبرك ما يبين الا راسه وسنامه من العشب والحيه اللي كان ييهم. والحمد لله كانت وما زالت راس الخيمه بلد الثقافه وبلد الكرم وبلد الطيب وبلد الاناسه وبلد الناس الفنانين الراقين اللي ما عندهم في الشيطان طريق. حافظ الله عليهم وعلى دار الربو فيها، حافظ عليهم على ناس الياورين. اولا انا اليوم في ضيافه سيف حمرين ابو راشد، وتغدين اول بعدين وتقهوين وسولفنا ورمسنا لين هذا منه، وسيدة امروا بالغداء وغداهم كان اكثر عن كلمه مميز. الحين اشتلت العرب كلها، ما نتصور العرب وايدين هالطاوله مقيطنه من اولها لين اخرها. والطاوله هاي بس في شيء ملفت للنظر ان الميلس هذا عمره 40 سنه، 40 سنه لين اليوم لا يته لا صيانة لا همك الله لا هم يحزنون، وكل شيء يعني في منتهى الروعة. ميلس 40 سنة عمره. والأكل خل في خاطري أخبركم عن الأكل. حاجة ذكلت حين العرب هاي مرقة البدوية تحيدونها اللي في لبنان اللي في مصر اللي في لندن السنة كلنا منها، وهذا هاي الدنيا كلها خدمة هذا الساحر. هذا طباخهم من 40 سنة عنده كل خدمة في الدنيا هو يعرفها. وتيامعت خلق الله ما خلق، وسولفنا وضحكنا ودردشنا لين ما العود وحتنا. هذه اليرسة حبتكم عنها عمرها 40 سنة، 40 سنة، 40 سنة، ويا معيت وامطرت في هالمكان جلسة في منتهى الروعة. 40 سنة ما استوت لها صيانة ولين اليوم متماسكة، وغادي اليرسة روحها تطول العمر. والمنظر حيرويكم هناك على البحر شيء لا صار ولا استوى. الله يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمارهم ويتبجلهم. كل ترتيبهم زين وكل فنان. تحرى توم خدوم، تحرى البيت هذا توم خدوم يعني تبارك الرحمن. القلمان والسلطات والروي أكلهم يعني نفس اللي في لندن، نفس أكلهم. هو الطريقة الأولية، طريقة خدمتهم في الأكل كل الطريقة الأولية. اليوم عاد غداهم صالونه 3-4 نمونات، ومرقه 3-4 نمونات، سمك المشوي، شيء قفدار، شيء قباب، شيء جش، شيء صالونه سمك، شيء صالونه بدو، شيء هريس. ما في شيء اكل. قشيد، القشيد، القشيد بخبركم والله العظيم يا ابوكم يا القشيد روحه ينه غير نمونه.
خدمة القشيد الأولية وطباخهم كله على حطب، ولا شيء مخدوم، كل طباخهم كله على حطب. يعني ما شاء الله بشاتيرهم، يعني عمالهم عندهم كل من عشرات السنين، ولا موظف جديد عندهم. ليش؟ عن طاب المعزب طابوا له اللي يشتغلون عنده، فلذلك هم وعيالهم من عشرات السنين عندهم. انا والله فرحت بشوفكم. الله يحفظك. انا فرحت بشوفك الشيخ. الشيخ من رب الشيخ ابوك والله. منور يا منور ربي دارك. عاد ابوك انا صداق، ابوك انا صداق وياه، يمكن بقول لك من 40 سنة 45 سنة. هي لك ابوك اكبر عني شيء طبيعي، ما ابن سناين ابوك. الله يحفظك والله العظيم. الله شباب ابوك روحه شاب، من عرفناه لين يومك هذا ما تشوف. سبحان الله، الله عاطنا التمسك في الحياة والابتسامة من زود وحده، من زود كلمه غريب واخلاقه، لذلك تلقط الريال. والحمد لله انكم ظهرتم شابهين. والله تعلم الدوف منك يا ابو. نحن يا ابو كان هو استاذنا، كان الملهم الرئيسي بحياتنا، حياة الابتسامة. والله العلم صدر الله فنان وخير، وراعي نكتة وراعي ابتسامته ما توجه. وانت زقرتي على الله يحفظك يطول حبوب الناس. محبوب. ما زين الا سكنكم هاي ابو راشد. هاي الصورة متى هذه؟ طال عمرك الله يحفظه ويخليه مع الشيخ محمد بن زايد. متى هالصورة؟ في المغرب. قبل كم؟ والله يا ابوي قبل أربع سنوات. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظه يطول بعمره. هذا سعيد. هذا سعيد ويا الشيخ الله يحفظه. ما شاء الله. هذا هني هي؟ اي نعم هنا. اي والله ها على نفس المكان هذا. الله يحفظه يعني بيته هذا على كلنا. نحن ضيوفه نعتبر يعني. جزاه الله خير. جزاكم الله خير انتم ما تقصرون يا ابو راشد. الله يحفظك. مومي الحين انت من الصومال. نعم. زين نحن سمعنا عنك انك سويت 3 أو 4 مشاريع يغير كلهم باء بالفشل. نعم. اول مشروع الله يسلمك يوني جماعه قالوا لي انت فنان صوتك جميل. زين وقصوا علي بيني انك صوتي مو بلين هناك. واللي صار الله يسلمك سوينا كليبات، وسوينا الكليب الاول كانت قصه السمسوم. اغنيه اسمها من قصه السمسوم حظي شب بلاه ما يقوم، مدري شباله ما يقوم، والعيشه العوقه والعيشه العوقه والعيشه العوقه من قرصة السمسوم دغ دغ وي 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 دغ دغ. طبعا حطيت كلمات منه ومنها. قول المشروع اغاني سويت 4 كلمات كلهم فشلنا. بس بالرغم من الكلمات جميله. اي والله سمسوم ومجميل. كيف المفروض ان الاغنيه هاي ما تفشل؟ ما تفشل. هي والله كلمات الجميلة ما تفشل. اي نعم. وهذه قصة عجيبة اشتوقة، يلا اصبروا يا اخواني، حال عيونه زرقاء، حال عيونه زرقاء، كنت احسبه لبناني. أيوة. كنت احسبه لبناني. بعد هذه راحت فشلت. بعد فشلت هذه؟ هذا المشروع فشل، سوينا 4 كلمات كلها فشلت. كم خسرت وايد عليهم؟ اي نعم، خسرت 400 ألف تقريبا. الله يخالف عليك. انزين والخيام اللي عقبه طال عمرك يعني واحد قال لي شو رايك تسوي خيام مال عزا. انزين فالحمد لله سوينا خيمة عود اشتريناها ب 60,000 وحطيناها. تصدق انه فراس خيمة سنتين ما طنحطها يموت؟ لا اله الا اسيره مستشفيات، اسيره راجع. اذا حد من ربعي اتصل بي قال لي ابوي مريض ولا شيء، اقول ها مريض زين اتريا متى؟ يقول لي الوالد توفى. ما حمات راحت المشروع انضرب. اقول لك لا اله الا الله، راحت هذيك الخيمه وبعناها بخسائر. المشروع الثالث؟ المشروع الثالث صرنا يبنا هوش، يعني واحد صومالي قال لي بجيب هوش. زين زين يبنا طال عمرك من وصلنا دبي يبنا 4000 راس، وصلنا دبي قالوا لا مريض. لا اله الا الله. وتكلفه النقل للصومال عليكم. لا اله الا الله. راحت الفلوس هذه كلها. فاكثر واحد مشهور بين الشباب ادخل بمشاريع كلها تفشل وتريح حظي يعني. خلاص ابوي لين الحين ما ياكل حب ما يعني. هذا ابوي ما فيك فايده خلاص. والله الله لا ينفع فيك، لا تكشيح ولا ينفع فيك توسيم. ما فيك فايده ابوي. ما فيك فايده. انا يا ابوك من شفتك ما شفت ما عينت خير. اول مره بحياتي اجلس على مأدبه ولا اكل شيء هالقدر، بس الا من طالعتك تاثيرك سلبي. هي والله معني متفائل. لا والله شكلك شكل شرير، عينك عين شرير.
والله هي والله عينك هاي اليسرى ولا اليمنى عين راح حد مسالب. شو اسوي ما يبقى قرايب بنطالع لك صرفه بنطالع لك لا 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 شيء عين في الحسا يسمونها عين نجم زين لازم تصير تتودم فيها ثلاثة ايام الله هذا دواك وعلى الله شفاك بس تم اي نعم يمكن يضرب معي الحاض عقب هي يمكن اي نعم ان شاء الله ملايين شو تباه الملايين الحين كم عمرك انا عمري 45 تمزح اي والله بس يبقى لك 300 الف حلوين 300 تبع متعينك يوم بتوصل 75 ما بالحين ما بالحين ها ابو الحين هذا الشباب بالجواز ها ابو الجواز الله يسلمك ايت عندي ربعي قالوا بنصير بانكوك انزين وهالايام جوازي كنت مديون علي في محكمه راس غيمة انزين وسرت وياه قلت لهم انزين يا جماعه شقا وشي سرت المهم راحت المطعم الصومالي زقلت واحد صومالي قلت ابوي تعال عطني جوازك بسافر يا ربعي مسافرين انزين اخذ جواز الرجال وصرنا سوينا فيزا مال بانكوك زين واسير مطار دبي الله يسلمك دشيت مطار دبي وهذا ويزخوني هناك عند المطار قالوا بي هذا كلنا شو؟ خوال يعني كلنا خوال خوال يعني صنبو ايوه سنقيس سنقيس شو هالشيء الفرق بيني وبين ربيعي يعني قالوا ها ماشي حولوني جوازات عقب قالوا لي ها شو جواز منو هذا قلت فلان بفلان قالوا ليش ما تكلمت في الليل يوم هذا المطار قلت لا كان عندي امل اروح بانكوك يا ربي الحين فقدت الامل هذه كلها عشان تروح بانكوك هاي من المقالب الحلوه طبيعي. الحمد لله لكن انت من استويت يعني 45 مو بوايد اي والله عيب بالرغم من الشكل والله ما يبين تحريت انا 57 شيء من هالقبيل لا الحمد لله الحمد لله يلا شعلي الله يا خالدي يا الخبر وين بلقاك الليلة الله يا خالدي يا الخبر وين بلقاك الليلة أنا ما باك ترحمني وتنسى وعد الليلة أنا ما باك تلقاني وتنسى وعدي الليلة عاشو خالدي ولا يا مسك يا عنبر الله ها عيوني دوم سهرانة سهرانة أنا ما باك يا إماراتي يا حبك يا مرادي يا إماراتي عيديك الممنون عادي عاشم طورش وسالك الاتحادي عاش أبو سلطان قايد الاتحادي والشيوخ اللي عليهم الاعتمادي يدي واحدة من عقب سبعة أيادي الله الله بعد اسمي حس عليه حسي لعلع حسي يهر حب ساحر لا يمرض ولا يكح لا اله الا ما شاء الله عليه على الله يحفظه كم بصور كم بصور شو بقول لكم المكان اللي انا فيه والله لو هو هوايه دعيت ابوي هل متابعين كلهم في هالمكان الفنان المميز اللي غير نمونه مكان فنان شوفوا قعدتم ها كلها كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن هو اللي معدل الدنيا هاي كلها وهالمكان اللي تشوفونه كله وهذه مرتع للساير والياي متنزه ومتنفس للعالم كلها الساير والياي هي ينبسط في حب الله كم له من لجر يعني الله يحفظ ابو راشد مسوي هالمكان الفنان المميز اللي الناس كلها تعني له من شرق ومن غرب مسوي الكواسر من هناك ومعدلين السيف ومعدلين المكان مسوين المياه ولا الممشى من تحت من غير مساوين الارض مسوين مسابح ومضاحك اللي شو كلها ابوي تحت اشراف ابو راشد هالريال راعي هالبيت والله سبحانه وتعالى طار حل البركه في حلاله وماله وبيته وعياله والله يزيده ان شاء الله من زوايد الخير ويحافظه ويكرمه ويسعده ويخليه كان فنان في قمة الروعة فوق نكود برس أينا قبل 32-35 سنة كان وما زال من أجمل البيوت في شنتية رأس الخيمة السالفة اللي ما كملت السالفة ما كملت اشتري الشقة هنا في رأس الخيمة أبراج رأس الخيمة 250 ألف زين ويوم الطلعة كل شيء الأسعار طلعت وصلت 700 ألف زين يعني يوسف حرام عليك أنا أقول له ببيع قال لي اصبر بتوصل مليون صدقه صبرت شويه دق السوق 2008 لا لا سويت تليفون عقاري قلنا لهم ابوي تاخذون قالوا لا ابوي قلت لهم ب 600 قالوا لا 400 لا 300 لا 200 ما طاعوا
نعم والله يا الخالدي في قرات كنا نقول لا 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 طبيعي الله يخليك شو مالك 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 حذير ودفاع موت ماشي والله سوي صورة جماعية كلنا نحن مرة نشاهد البحر يلا وراشد عدل ترخص صار يركض شكراكم الله يا جماعة مشكورين وما قصرتوا كل زين وكل فنان وعلى الله يبارك فيكم يطلع فيكم البركة نورت المكان وجبت الجو اليوم سلم على أبو راشد وعلى أم راشد وعلى كل من يعز عليكم الله يحفظكم كانت استضافة مميزة يا ريت تعيدها يا أبو محمد ما عنكم أنا أنتم دم وغرفتك موجودة لا خليك موجود أكيد مكانك موجود أنا جاي للمكان هذا قبل ما تطيحون انتم شاء الله الصدق الله يسلمك يطول في عمرك سلم مشكورين على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال وهالمايوب الفنان كل شيء زين الله يطول بعمر ابوك ويحفظه ويخليه ان شاء الله ولا يخليكم منه مشكوري غناتي امين حفظ يلا مع السلامه شباب اكرمكم الله شو ها؟ ابي له خليك انت يا اخي ابو محمد والله يا ابوك لا ياكلونك برياني قاعد اكل في البحر يلا دير بالك على صلاح الله يخليك دير بالك على صلاح يلا اكرمكم الله مشكورين يا شباب ما لا ولد الخوري سلم على ابوك سلام من كثير ابوك رجل يعني خير صداقه طويله عريضه عدي ابوك يا ابوك انت يوم كنت طولك ذراعين يلا مع السلامه شباب اكرمكم الله سلموا على هاليتكم الصغار والكبار ذكور واناث الله يطول بعماركم ولا يقطعنا مواصلكم وان جيت ابو ظبي الله لا سامحكم انكم ما تخطفون علي الكل منكم والجميع ما لا ابوي ما لا الله يرزقك الحظ ان شاء الله لكن الحظ من عند قبل الحين ما تباه خلاص الحين انت الحين عند تنازلي يلا ما لا وداعيه يا اخر ليله تجمعنا وداعيه حليلهم حليلهم يعلى الله يحفظهم مع السلامه ابوي سلم على ربعكم كلهم الله يحفظهم ام حسين مبسوط؟ طبعا مبسوط طبعا ايه رايك؟ الناس زي الفل مارم تصور وانا داخل ما ادري انه يمكن حد يقول لي ليش تصور ولا ليش بصور يقول لي ليش تصور واحد يدخلوا الباب الاماكن من ابوابها هذا دخلنا استعدنا وكرمونا وحشمونا وحصلنا الكرامه والحشيمه والمذهب الوافي وكل شيء زين وكل شيء ترتيب غاوي وهالراس الخيمة كلهم على فكرة هالنمونة كلهم هالراس الخيمة من نفس هالطينة ونفس هالنوعية طيب وأخلاق ورقي وهذا مدخل بابهم شوفوا هذاك وبنيانهم الله يحفظكم يا ها على ند مر حمر متى عاد كم عمره هالند الند هذا عمره بقولكم يمكن 40 سنة مرة تحتم البحر وقدام هذا الشارع الرئيسي مال راس الخيمة مع السلامة أبوي مع السلامة كم سامحوني أحب أنزلكم شيء من الصور ولا الأفلام وهذا المقاطع الفيديو ما صورتها صوروا لي سويوا تير صوروا هن الشباب عطوني إياهن أنا ما رحت أصور هاي الساعة مرتب شوية الجماعة وفرحان بشوفهم وسبحان الله يعني يزاهم الله كل خير يزاهم الله الجنة عنا على حس الاستقبال والأناس والله بيني وبينكم أنا استأنست طريقة ما تتخيلونها هالراس الخيمة كلهم هالنمونة على فكرة نمونة تم وحدة طيب وأخلاق وصغارة نفس وأناس وابتسامة ما توجف يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كلها بلادنا الحين هالنمونة من بوظبي لين الفديرة يغير راس الخيمة شوية زيادة فيهم الابتسامة الملاكاه القاوية المذهب الوافي يعني ناس كلها خير بركة بعلك أبعد لي أنا بغاية أنا أبوه هذا أبوي طريق نحينا سايرين أبوي جبل جيس جبل جيس هذا طريق هذا طريق عند هالأوتاد عند هذا حبيبي حطني وسط الجبال الجبال السود هذا هم إيبال وغيوم والجو عليه رضوان من الله تغيير بر جو بحر شرق غرب كل يوم في بقعة تبارك الرحمن حبيبي حطني وسط الجبال الجبال السود جزاه الله لي عدا ولا سلم عبر يمشي وسيفه على العرب نسيت والله شو الباجي من ناكل والله يتوجد عندنا طبيعة
في دولة الإمارات. يتوجد عندنا تضاريس، عندنا الجبال الشاهقة، عندنا السهول، عندنا الوديان، عندنا المياه، عندنا الفلاية، عندنا الرمول، عندنا كل شيء موجود عندنا، كل شيء موجود. تضاريسنا تبارك الرحمن، لا هي لبنان، لا هي الأردن، لا هي عمان. شو بقول شو بقول؟ بلادنا لو الله بس يرزقنا الوسمي 10 سنين ورا بعض، حرام ليفقس بيض الديناصورات اللي تحتها ليبال وترد الحياة الأولية. نعم، بس 10 سنين وسمي يرضى شراكة لي أهل الكويت. يا الله يا الله يا الله يا الله على كل حول. يجي عاد وقت الوسمي اللي أهل الكويت يجينا، يجي هالبقى عاد. شو بتغدي الدنيا هذه؟ حرام ينها تغني يا ليل، حرام ينها تغني يا ليل. لكن سبحان الله، لله في مناظر تاخذ العقل. ما زين عاد يوم يطيح المطر، يا سلام يا سلام. الله يبوك ينها يبال طير عقل لما يطير عقله. مناظر جميلة، مناظر جميلة، أشياء أشياء يعني سبحان ربنا واهبنا هالأرض الطيبة. راس الخيمة الله منعم عليها بمناظر خلابة برا وبحرا. اي والله الله عطنهم بر وبحر ويبل. يا الله يزاهم الله خير يا ابوك اللي امر وطر وهاليبال خطفوا بهن هالسيايير عزمه يخطفن. لو ماشي هالشوارع شوارع روح تغني يا ليل، شوارع روح تغني يا ليل. ما شاء الله تبارك الرحمن. شو ما شاء الله العرب، حد فوق ليبال وحد شرق. لكن الحين ينا ظني متأخرين. شفت النقطة اللي هناك، هاي النقطة حدهم أظني لي الساعة 5، واللي حاجز حق يركب على من فوق قمة اليبل هذاك لازم يجي من وقت أو ما أدري. والله نحن جينا على عمانة، لكن الحمد لله وصلنا على الأقل. كان في خاطري يركب الجماعة فوق يتزلقون فوق الحبل هذاك اللي هناك مال الثلج، هب مال الثلج يتعلقوا بلا كم. الله كاتب نصيب. أعلى قمة هذه شيء كم منهل؟ كم الارتفاع؟ ها؟ 1900 متر عن سطح الأرض. هاي شيء القمة وشيء مثل تل فريك، ها؟ والناس تمشي بلين ها بين آخر شيء أظني ساير ياي جنة إلا بس ساير الله أعلم. لكن ترتيب إنك تحجز أونلاين وتي قبل الساعة 4، ونحن بويايين وصلنا الساعة حينها 4:30 بلاي حجز ولا شيات. شو درانا، ما حد خبرنا ولا حد قال، اصلا نحن ما شاورنا حد وما كان شيء عزم انه بري اصلا. اي والله ما شيء حل، بعد شو اللي عنده حل؟ سكروا. اي والله تواجد هني يقول لك الساعة 4 حل مثل حل تبع السفارة. اي والله العظيم انا مشكلة. سبحانك يا رب. الارتفاع كم من هل؟ عن سطح البحر 900 متر عن سطح البحر فوق. وانا قلت عن سطح شو؟ ما في حجز ابو محمد. ليش؟ مش احب ماشي بكره. قول فل. شوف انت الحجز ابوي فل، لا اليوم ولا بكره ولا ورا. لازم ابوي اللي بيحجز قبل الحشر ب10. راس الخيمه تبارك الرحمن ما مقصرين. دورات مياه للذكور والإناث في كل مكان، مكان نظيف ومرتب ومعدل. هالشيء جهد وقص هاليبال يعني مش شيء بسيط. شوفوا مشاريع كبير وخير مجبل عليك انت يا راس الخيمة. يا الله يا رب ترزقهم الجنة كل من شارك بنهضة هالدولة يا رب العالمين، وتاجرهم على كل شيء خدموا فيه، خدمة هالبلاد، تاجرهم تاجرهم الجنة على كل تعب. حتى لو اشتغلوا العمال والشركة حتى لو بيت حقهم، لكن انهم اشتغلوا قصوا هاليبال يا الله ياجرهم. هذا المسار حينه يعتبر اطول مسار في العالم. الفوق هذا المعلق شوفه، هاك شوف الوادم ها ها. شوف شوف يا ربي كم ايش قال مسرعي. والله تحرى طلقة رصاصة. وينه اختفى حتى ما ابراهيم اصوره. يلا 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 حرامي مسوي له صوت حرا صوت طيارة. هذه استراحة ها، استراحة كوفيات ودنيا فيها شيء جميل والله.
شيء جميل، شيء جميل في منتهى الروعة. عمار عمار يا راك، عمار يا راس الخيمة، عمار يا دولة الإمارات، يا الله يا رب تحفظها من دار. والباركنات والترتيب والظليل، شو بقول لكم، كل زين وكل فنان وكل غاوي. تبارك الرحمن. هذا ها في كبد السماء طايرين. والله كنت ناوي اخلي محسن والخبير، كم الله كاتب نصيب. ها هاد فوق، ها وهذا ها بعد نازل. ها والله شيء جميل كاتبه الصدق. كم نقطة بكم نقطة؟ والله شيء جميل. ها شوف هذه تزلقوا، ها يو ما أدري تسلقوا ويسمونه ولا طارة ولا تعلقها ولا شو هاي الخدمة، ها شو لها الأسامي، اللي عارف يخبرنا أبوي. تزلقوا طارة وتسلبحوا، سبحانك يا رب. شوف ها كل مظلة من هالمظلات هاي قاعدة. كاتب لك يا محسن كان نفسي تطلع. كان نفسك أموت. مو نعينك لا أطلع كده وأموت. ليش يعني كان حلو؟ كان حلو. الحمد لله ربنا ساتر. ما راح ما كان راح يعجبك يعني؟ بلناش. أكيد ما كانش شاهد. أنا كنت أموت أسأل واقف كده خايف. هلا ما كبدي. والله يا دكتور محسن أنت يعني مفروض أنك أنت ما تخاف. ليه؟ مش خلاص. بالأدم لا مأكد صفيحة والقلب بس ولا إيه؟ تعال تدروبنا نحن وين الله يحفظكم؟ الحين تقريبا نحن اعتقد في الرمس، ضلينا الدرب ويا ابن الشارع ابوي بلاد قوم مندر المزكي، يا ابن الشارع ابوي لين بلاد مندر المزكي. تصيح اذنيك يا ابو هنود، تصيح اذنيك يا ابو هند، تصيح اذنيك في بقعك الرمس. بدعم من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، الإمارات للمزادات تنظم مزاد لوحات الأرقام المميزة السبت 24 من نوفمبر 5 مساء بفندق قصر الإمارات، أرقام مميزة إلى أقصى الحدود فقط في هذا المزاد العلني، ولأول مرة أرقام 3 من الفئة الأولى، والمزيد من المفاجآت. للاطلاع على الأرقام المعروضة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني emiratesauction.com. حمل تطبيقنا الذكي لاكتشاف المزيد. فندق قصر الإمارات بكرة الساعة 5 العصر، فندق قصر الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي العاصمة، الساعة 5 العصر، مزاد على الأرقام المميزة. تقولوا ما حد قال لكم، الحاضر يعلم الغايب. الساعة 5 العصر مزاد الإمارات، المزاد بكرة على الأرقام المميزة، المميزة جدا فيهن واحد منهن رقم 3. 3 رقم 3 روحه ما بثلاثي، 3 من الفئة الأولى رقم 3 ما قبله 1 وعقبله 2 والثالث رقم 3. رقم 3 مزاد علني على أول مرة في التاريخ بيستوي مزاد علني على رقم 3. ما يندرى عاد بنو سعيد. شوف الطماشة، شوف الفرجة، ها رقم 3. والباجيات ترى ما هنلاش هبلاش، الثانيات 16 و 20 و 22 و 63. شو الأرقام، قني يا ليل. طب تخير، طب تخير، كلها أشياء مميزة، كلها أشياء مميزة. شوفوا كلها أشياء مميزة. كل بكرة هذا موجود، كل موجود، بس سحب عمرك أنت، كل بويه كل موجود على ما تشوفون، ما في الحاضر مدح. شوف العين، يا الله يا رب ترزقنا الجنة. ضروري من كل ولابد على كل حال ضرورة تنزيل التطبيق بالعربي أو الإنجليزي، الأندرويد أو الآيفون، اكتب بالعربي ولا الإنجليزي الإمارات للمزادات وتنزل التطبيق.
بينفع، ضروري انه بينفع، ما نفع اليوم بينفع بكره لعقبه لعقبه، حاجه الدنيا موجوده ما دام الدنيا حيه لازم الادمي بيحتاج، فهذا شيء اساسي. ان شاء الله الحي بيلاج الحي، والوعد في الامارات للمزادات بكره لمحبين التميز، بكره ان شاء الله في ولكم. نحن تونا واصلين، وصلنا الفندق ان شاء الله، اذا رجعنا من الحيين خلنا ما بنسير العزب عند الجماعه اللي عازميننا، بنسير دبيمول، بنتمشى وبنتعشى، بنعين من الله خير وبنضوي ان شاء الله، لان باشا وانا سيره ابو ظبي بنسير نوصل الوقت نستريح نعين من الله خير، لانه عندنا شغل في مزادات الامارات ان شاء الله الساعه 5 ابو ظبي، فلذلك ما بيوحينا. ابوي تعايزنا، كل حد مسجات يت يقول لك دبي مول ما تروم تمشي، حتى على برق الامارات الشرطه ترتب السير والسير والدخول مداخل مخارج دبي مول فل من قبل المغرب، يقول لك مسكره هالطرق من كثر العالم والزحمه. ابوي خلنا لا بره بنسير ولا شياته، بنسير ابوي عند الجماعه اللي في البر، ابونا قلنا له ابوي خلنا هبيعيكم الحين ابوي بنيهم وبنسير عندهم، شو بنسوي؟ بنهار قد من حين ما بالرغم ان فينا رقاد، نشتنا والله من الصبح سيره لين راس الخيمه وسيره تبل قيس، ويعني روحها شغله، لكن لا لا ان شاء الله بنسير البر، بنيس عند الجماعه ساعه ساعتين في عزبتهم بنضوي، توكلنا على الله. احمد اقرهم تليفون الحين، وكنا بيتقم حمر عين، اقول لك يا محسن كل رز كل لحم، انا كنت عايز جمبري بصراحه، كنت عايز رز انا ولا لحم، وكلت الصراحه يا مريض بطني الله يفضحك الله يفضحك، الناس كلها وانا استاهل بصراحه. اوكي لك اكلت قنشه جمبري كله وحايف ولا رز ولا اي حاجه، اكلت لحمه فضحتني يا محسن، هاي اخر مره تصير تاكل فيها النمونه. ليه يعني؟ انا ابوه الناس حد كوياما بصراحه، وكوياما وكوياما تاكل جمبري حاف؟ طب اكل بعيش؟ ما كانش حد ما كانش قدامي عيش، قلت فرصه بقى. ها؟ قلت فرصه بقى. فرصه ما تتعوضش. انت بتتعيش وانت مخليني عايز الحاجه. خلينا سياراتنا ما فيه زغت هواها فل، وما في ابوك شو اسمه تغرز سيارتي، ما صورتك ما صورتك، ها 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 يا كل واحد سيارتي ابو ما هانت علي دخلها رمله، ها 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 من اولي حق محسن نوك ليش من اولي عسل انا بشعلك سيارتنا امتزرت اواد ما شاء الله اسمي هلا ساكن سعيد، من متى توني في هالبكاء المكان؟ من 4 سنين مكانكم فنان سعيد بن سيف، سعيد بن سيف، لا يا ويلك من الله، سعيد بن سيف بن حمر عين ما شاء الله يا سيايير. بكم ابوي وصلت عند الجماعه، وحين ابوي موجود عندهم بحر بركم، نحن الحين وين انا موجود، وش اسم البقعه؟ هاي يسمونها نخرة زيقتني زين عدل يا اول بادي، هذا الرجال منو؟ هذا مروان وهذا منهل وهذا محسن وهذا ابراهيم، هذا الرجال منو؟ ابراهيم بن سيف، نعم، وهذا بدر رفيع زين، وهذا تعال يا انت تعال لا تشرد زين، وهذا احمد عسكر هذا زين، وهذا يونس إيه، عبد الله الزرعوني، نعم، عيلة بن كثفور، والنعم، محمد بالكوس، والنعم، خالد المنعم، والنعم، وهذا ربيعنا، وهذا انت، يا سلام يا سلام، وقول عاد انت منو؟ انت روح وقعد يا ربي. انزين وين وصلنا نحن هني؟ احمد الزعابي، انزين، فيصل الملا، انزين، على حاج ناصر، إيه، فيصل، وهذا فيصل النعيمي، انزين، مناكي ابراهيم، هاك 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 ابراهيم، يا سلام يا سلام يا تبارك الرحمن وهذا ابوي، هذا حسين الشعفار، هذا عاد الصديج الاولي
اللي ما حد شراته في الدنيا العودة. الله يسلمكم. اسم حميد الدوسري هذا الرجال، هذا من ربع قوم سعيد حمر عين. هذا سعيد بن حمر عين. ما شوف فضح، ما شيء فضيحه غير فضيحه. امي بتشوفني انزين، امك على امك ما تدري بك ان امورك ضايعه، كثير تبك امك ما تدري برمسك الفا. لا سعيد خبرنا هالرجال منو؟ منو؟ شتو نعيم. ها؟ شتو نعيم. انا اسمك نعيم؟ والله والنعم نعيم. مرحبا. زين الحين جماعه هناك وايدين ما خبرتونا منو هايلا. جمال راشد سعود. هذا اللي يمشي منو الطويل. هذا اخونا الكبير المذيع المتالق هيثم الحمادي. والله والنعم والنعم والنعم. ما شاء الله ما شاء الله عليك، انت اللايف بكبره. الله يطول عمرك. يعني الله يحفظك. الله يسلمك ويبارك فيك. زين هناك منو بالله عليك؟ هناك يحيى حاج ناصر، سي حمد، سعود المناعي، صلاح حاج ناصر، محمد فري. وجمال راشد. والله والنعم. عمر ابوي حطوا العشاء، وهذا الجماعه كلهم جابلين، حد ابوي خاري وحد داخل. شو عاد عشاء؟ يا ربي هاي صالونه البدو، انا ما اريد الا منها. يا سلام يا سلام. الراس ابوي. هيثم شو حاط الحق من هذا محسن؟ حاطين انا طال عمرك الراس. زين كفو. والراس طال عمرك يتقرب حق الضيف. نعم. وهذا عباره ضيف عندنا. نعم. ولازم انه يكسر شو؟ الراس. يا يكسر الراس يكسر الراس. واحد من اثنين. جابل يلا هو ضاري على راسه بس مو ضاري. يكسر الراس زي راس الموسى. ادخل جوجل اي شيء المهم سوى كذا. ايوه لا تستنى ما خلصناش. وين طلع المخ؟ ما بيحبوه. يلا طلع المخ. ايوه صح ايوه قول به. ايوه اعطيك طريقه ثانيه. وين المفاتيح؟ وين المفاتيح؟ ارميه فوق حيطيح وخلاص. ايه رايك؟ يلا بسرعه. لك ما زين الا الجو، جو ياخذ العقل في منتهى الروعه. يلسى فنانه، جو براد حبه والله، شيء قرصه برد. ما شاء الله متيامعين. انا اتحرى والله اتحراهم نفرين لو ثلاثه. شو ما شاء الله اكثر عن 40 نفر، اكثر عن 40. ويمع زينه شباب سوالف وضحك، وعندك ودونك. شو ما شاء الله المبروكة. ها هاي تنبضبي قازي غزو. والله ناس يلسة تمغاوية عشاهم عشاء ثلاث أربع نمونات مسويين من كل شيء. اليوم غدانا أبوي هناك في رأس الخيمة عند اللبو، وعشان أبوي عند الولد، الغداء عند سيف حمر عيد براشد، واليوم العشاء عند سعيد بن سيف بن حمر عيد. يعني والله استانوا عليه السلام. هذا خلف هذا خلف ابوي خلف. ربيعنا لندني. شو الاخبار؟ انا رقم واحد رمس انت صدي. اقول لك الحين شيء لندن ما عليه. شكرا. المهم شيء يصير لندن نيوير ولا؟ نعم. من متى لمتى؟ من 15-12 اي لا ولين راسنا ان شاء الله. اذا الله راد ان شاء الله. اكب انت لاقى هناك شيء طبيعي. يحب الاحراجات. سعيد حمر عين اكرمكم الله، مشكورين وما قصرتوا. يلا شباب يلا الى اللقاء، مع السلامه جميعا. ابو محمد ما شايف ودر عنك انت. محمد ابو محمد يلا رقاد رقاد اخلاق برمس وياه. يا اصبر الحين اكنسل التصوير. والله العظيم انت والله العظيم هو عرفك.